هذا وايد يا ناس في منطقة العاصمة شوفوا هذا مصدى. الحين افتح لكم الشبابيك شوفوا اوريكم هاي مصدى كلها فاضية وهذه المرقابة ولا هناك المخفر اراضي فاضية واحنا نشكو من المشكلة الاسكانية ليش ما توزعونها بيوت؟ اي والله وهذيك الاشغال كانت اول ابو شو اسمه السيد عقيل الرفاعي بن عمنا ابوك سيد هذه كانت الاشغال ابو السيد عقيل الرفاعي هاي الاشغال وعمنا عبد الحميد كانوا فيها كلها اراضي فلش فضى شوي يلعبون فيها كركه الهنود اي والله شوفوا هذه كلها اراضي فضى وعندكم بعد صوابر قرعوها وخلوها وفاضيه شوفوا هاي كلها يلعبون الهنود فيها هذه ليش ما تتوزع بيوت العاصمه والله شجرتين قديمتين شوفوا واحدة تبلت وواحدة سدرة مقاومة سدر والله شوفوا أراضي والله هاي سدرة قديمة بعد والله من أقدم السدر هاي مسدة الله كان فيها عمنا سيد محسن سيد أحمد الرفاعي مدير جمعية شعراء النبط وشاعر الوالد أنا تسير أراضي كلها فضاء عاصمة يعني يبيلها واحد شقرتي يا رب يكون جلدي على قولة الهنود يا رب مثل ابو يعقوب الرفاعي الشقرديه